سمع سمع قال لي نحكموك ونقطعوا لك راسك. سمع اش كيقولوا المولى الطايري؟ شوف البقره الحلوبه باش جمعات عليه خصو هو يتبعها قضائيا دابا. سمع اش غادي يقول. سمع السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. البقره الحلوب صوفيا باللامان خرجت كتوعد وكتهدد مورا الطهاري، قالت لي غادي نقطعوا لك الراس هي وبعض البلطجيه او بعض الحراقه المساليين ديال الكراغله اللي كاينين في فرنسا. هاجو قبل ما نشوفوا هذا الفيديو هذا ديال هذا البقره الحلوب ندوزو نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا. اول فيديو على بركه الله. ثلاثين في المئة تاع الجزائريين عندهم ضغط الدم، 25% عندهم مرض القلب، 73% ما يشوفوش مليح. واش بقى؟ واش بقى في الجزائر؟ قول لي غير اش بقى؟ هاد النسب كاع اللي عطيتي ما كاملين، ناقصين لاعبين، ناقصين انتوما، واش بقى؟ عاود اسمع 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 الرأي ديال الكراغلة. 30% تاع الجزائريين عندهم ضغط الدم، 30% عندهم ضغط الدم، 25% عندهم مرض القلب، 25% عندهم مرض القلب، 73% ما يشوفوش مليح، ما يشوفوش مليح 73%. نسيت ما قلتيش 90% مرضى عقلاني اصحاب الامراض العقليه. لا حول ولا قوه الا بالله. دوزوا الفيديو اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يلا مستر بين والله العظيم كتبوا لي مستر بين تبون. اش كتقلب استاذ؟ اش كتقلب؟ ياك هضرتي الصوت تسمع، علاش كتقلب؟ ولا مشى ليه التكست دابا؟ مشات ليه داكشي اللي بغا يقولو كيضرب لي باطري في الميكرو. شو 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 اللقطة الأولى؟ عالم عالم أول رئيس كيديرها. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمع الصوت اش كتقلب؟ ياك الصوت تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بغا يخدمو بجوج. ما كافيش واحد. ولا كيقول لهم زيدوا لوطوتين، لوطوتين باش يبان الصوت شي حال اللي باغي يغني. ندوزو لفيديو اخر. والله يجي العربه مع الجزائريين هادو حق الله عرفتي شناهو، راه من قبيله وانا كنضحك عرف ليا وبكيش بكيش بالضحك بكيش وحق الله. سمع سمع هاد سمع هاد الاكله هادي والله يتيهرب ليكم يلاه، لما ضحكتيش الله يعطيني العذاب. سمع هادي والله جامي شت كروفيت بالعميس، هادي كروفيت بالحمص واللوبيا، هادي اسمها باكروفيت. ها يا حمزه مسكر ما عارفينش ياكلوه، ما عارفينوش، جابوا لهم شي واحد دابا وطيبوه مع الحمص. مسكر ما عارفينش الحوت، ما عارف اش غادير، وطيبوا نيت بداك القشور ديالو هذاك ودايرين وسط الحمص. والله الكروب هذا راه ما بقيش، راه والله يجي العربه مع الجزائريين. يا ودي الكراغله يا ودي ما فاهمين في التلعبه مسك. شو دابا فاش كنت عجبانة هما عندهم البحر ولكن الصيد البحري ما عندهمش. الدماغ ما عندهمش، العقل باش ان يخرجوا فيهم صياده ويخرجوا شي واحد هذا ويديروا في لايك ديال الصيد ويديروا ويعرفوا موسم الصيد شكون هو وكذا ويجي يصيدوا الانواع ديال السمك والسردين وكذا. ما لا حياه لمن تنادي. ندوزوا الفيديو اخر. عالم هذا الكراغل. انا لا اسمي هذا بعنف او شغب، انا اسمي هذا بالعداله. هالفيديو اللي تسبب ليها في الاعتقال هي وبنتها. شو بنتها كتضرب الجوانه تما حداها بالعداله، وهذه الطريقه الوحيده لطلب العداله. انا لدي ثلاث الطريقه الوحيده لطلب العداله هي هذه الفوضى. اسمع اسمع ترو 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 عارفين غير تهضري بعدا. لطلب العدالة، أنا لدي 33 سنة في فرنسا ورأيت ما لا يتقبله العقل، لكن اليوم هذو أولادنا الذين ولدوا في 2000 فلا يسكتون على هذه الأشياء، لأن هذه أشياء فاقت الخيال. كيف تقتل طفل في عمره 17 عاما قتلا عمدي بكروهية وعنصرية؟ لماذا هذا؟ ما نحن موجودين، العدالة أم الخراب؟ هل 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 الكلمة العدالة أم الخراب؟ شوف باش تلت ليها. شوف
انا في الكوميساريا تاع 3 اغونديسمون. كتسديش فمك البقره البقره الحمزه تسدي فمك شويه. علي سقساوني تاع باري دونك هذا وين خرجت سمعوني. المهم نقول لكم واش قالوا لي. بون سمعوني قالوا لي وقتها جيتو. قلنا لهم جينا البارح وجيتو ديروا. قلنا لهم جينا لشونزيليزي نحوسوا. بون قالوا لي بلي نحوسوا وفين ديك حنا جايين باش نتضامنوا جايين باش وليتو تحوسوا جيتو غير باش تحوسوا. كان على بالك بلي بنتك عندها المختي. قلت لهم نو. قلت لهم ما على باليش. مي قلت لهم سيرمون سيرمون. قلت لها قالوا لي منين جابتو. انا كي سقسيتها كي جينا خارجين من الكوميسارية من بلوتو خارجين من شونزيليزي في المترو طاحوا علينا. على بالك حنا جينا ديريكتومون من ليون خرجنا في شونزيليزي في البلاصه طاحوا لينا فركتونا. قال لك واش كاين في الساك. فتحت لنا الساك نورماليتو. كي فتحت شيماء بو عندها الكريموجين. هذيك الكريموجين قلت لهم بور سو ديفوندر. هذوك لي مورتيك دايرين قد هكا دايرين قد التليفون. هذوك اللي يديروا بهم شغل ماشي محرقات اكثر من شويه محرقات شغل يديرون فيو دارتيفيس. هيا درت قال لي كان على بالك. قلت له نو. قلت له قدامكم. قالت لي بلي عطاوهم لي. واش راح دير بهم؟ قلت له سيرمون كاين لافيت نورمالمون حنا عزوج عندنا راسومبلومون في لا ريبوبليك من اجل الاحتفال بالاستقلال الجزائر. العداله ام الخراب؟ من اجل الاحتفال بالاستقلال الجزائر. يا خرج نكرات كاع السيد نكرات بالله راه بغاو يتضامنوا مع السيد اللي مات الله يرحمه نكراتو. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو هذا؟ ولات باغيه تحتفل بالاستقلال. بقاتش الحريه او الخراب لا بغات تحتفل بالاستقلال. دوز الفيديو اخر. سمع سمع قال لي نحكموك ونقطعوا لك راسك. سمع اش كيقولوا المولى الطاري. شوف البقره الحلوه باش جمعات عليه خصو هو يتابعها قضائيا دابا. سمع اش غادي يقول. سمع على الطفل قلبنا فرنسا على مزيه دابا هذيك انك تحرق طوموبيلات الناس ابرياء ما داروا لا بيديهم لا برجليهم. واش مزيه انك تهجم على متاجر ديال الناس باش غادي تدي لهم ديالهم؟ هذيك زعما انجاز في بالك دابا ان هذيك انجاز زعما راه درتو انجاز في فرنسا حرقنا فرنسا. غتسنى دابا عاد كيرجعوا للكاميرات عاد غادي يحرقوكم بشويه هما بالمال. جايينك للطليانه؟ جايينك للطليان سيب هادي بوي. قالك زعما يمشيو عند مرطار والله بالحيتو تي تيدكدككم كاملين. انت شوف مرطاري هذا اللي بان في الشاشه وكيقول لك نحكمك نطيروا لك راسك. هذا تتابعوا قضائيا غادي يصيفطوه يشد الطوابير على الحليب والسميد. هذا ميساج مرطاري. ها هو وجهه كيداير. سمع اش يقول. سمع اش يقول. ها عاودوا ركزوا معاه. نقطعوك نحكموك نطيروا لك راسك. شتيه كيداير. هاو هذه حجه مورا الطهاري. هذه حجه انه كيهددك. رفع دعوه من حقك من حقك. اش طير انت اسنانك ما ركبتيهمش. انت حارق حارق اصاحبي انت السنان ما قديتيهمش. شو سنانو كي دايرين؟ قد غير سنانك بعدا اش بينك وبين الطهاري السيد داخل سوق راسو وكيناضل من اجل البلاد وان ان ان ان, 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 ان ان المواطن البسيط يلقى ما ياكلو بلا طوابير بلا بلا, بلا, بلا صداع بلا والو. انت سير ياك دابا انت في فرنسا قد غير سنانك بعدا. فرنسا صعيب انك تقد سنانك. واز قرعه فيها كاس ديال الزعفران. هاد الذكرى غلا عالم. جايينك للطليانة؟ لا اوني لا خاوتي نحكموك نطيروك راسك. حنا عرب على تفولات في فرنسا قلبناها يتحرك. لا حول ولا قوة الا بالله. واش بغات هادي دير عقلها؟ وفين ما لقات الزوافرية تخشى وسطهم وجبت الكاميرا ديالها؟ واش دابا انت ما بغيتيش ديري عقلك؟ وصلوا لي هاد الميساج. واش ديري عقلك كفى كفى بركة عليك. التبريش اللي كديري في راسك بركة عليك. راه اللاج ديالك لا يسمح بذلك. العمر ديالك ما كيسمحش بهاد التبريش هذا. ديري عقلك. سيري قابلي كوزينتك قابلي دارك وخرجي ديري لي فيديو هاني مبرعه عليك انا كل هاني غادي نتسارى هنا وتولي عزيزه على الناس كاملين لا الجزائري لا المغاربه لا توانسة. مالك داك الحقد فيك غير ديال الكراهيه وديال نجي نحتج هنا نجي نسب هنا نجي نتشفف هادو نجي نضحك. حشومه حشومه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة وصلنا آخر هذا الفيديو، تحياتي لكم وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال أتاي راكي درتي لي أنتي القرور.